أيها الإخوة الأحبة، الحين تقريبا الساعة 2 و30 دقائق، ونحن الحمد لله قد ركبنا على السيارة ونحن ذاهبين إلى عرفة، لأن عرفة وقوف عرفة هي ركن من أركان الحج الأساسي. يجب علينا يا أيها الإخوة الأحبة أن لا نمهل فيه، بل يجب علينا أن نشد المئزر للعبادة والاستغفار والتحميد والتهليل والتكبير، كي لا يفوتنا أي ساعة من الساعات، أي لحظة من اللحظات الخير. يجب علينا أيها الأحبة أن نشد المئزر، وأن نبذل الجهود في أن نبذل قصارى جهودهم، كي مستحقين لمرضات الله تبارك وتعالى، كي نكون فائزين في الدنيا والآخرة. هذا هو الأساس، هذا هو السبب الأساسي الذي بسببه نحن نسافر إلى مكة للحج المبروك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا السفر المبارك منا ومن أصدقائكم ومن جميع المسلمين والمسلمات. تقبل الله منا وإياكم يا حبيبي. السلام علیکم، آج یوم عرفہ ہے، وقت 2:30 ہو رہا ہے صبح کی، ابھی انشاءاللہ ایک آدھے گھنٹے اور آدھے گھنٹے میں عرفہ کے لیے، میدان عرفات کے لیے روانہ ہوں گے.